تمام والتاسعة موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. بداية وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تسلمت تونس مساء أمس مساعدات جزائرية تمثلت في قرابة 20 طنا من المعدات والمستلزمات الطبية و250 ألف جرعة لقاح في إطار تضامن الجزائر مع تونس في مواجهتها للتفشي الكبير لفيروس كورونا. ورافق وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد هذه المساعدات المحملة على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية إلى العاصمة تونس، أين كان في استقباله بمطار قرطاج الدولي وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي والوزيرة مديرة الديوان برئاسة الجمهورية التونسية نادية عكاشة ووزير الصحة فوزي المهدي. في الانشغال الصحي وبخصوص الوضعية الوبائية بالجزائر، سجلت 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة، فيما تمثل 584 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة. وبهدف توسيع حملة التلقيح خارج الهياكل الصحية للحد من انتشار الفيروس، استفاد عمال وموظفو قطاع الجماعات المحلية بولاية مستغانم ومواطنو الأحياء الشعبية بعاصمة تطر المدية، استفادوا أيضا من عملية التلقيح إلى جانب مستخدمي الجماعات المحلية والهيئات التنفيذية، كما تم تخصيص 90 سريرا بمستشفى محمد بوضياف بكل التجهيزات تحسبا لأي طارئ. كما اختتمت أمس المرحلة الأولى من عملية التلقيح لعمال الإذاعة والتلفزيون والتي جرت بالنادي الثقافي عيسى مسعودي بتكريم الطاقم الطبي المشرف على العملية. دوليا وفي شأن الصحراوي، انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية المغرب بعد إدانة الصحفي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام منذ أكثر من 3 أشهر بخمس سنوات سجنا نافذا، داعية الرباط إلى حماية الصحفيين وتوفير أجواء العمل بعيدا عن الاعتقال الجائر والتهديدات. من جهة أخرى، أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال المغربي من استهتارها بأرواح الصحراويين، معتبرة الاعتداء الذي طال مؤخرا المناضل الصحراوي سلطان خجة جريمة متكاملة الأركان في الشروع في القتل الممنهج، مستهجنة تجاهل المؤسسات والآليات الأممية لهذه الجرائم. إلى ذلك، جددت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفها لمواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعات الكلتا حوزة الفرسية والمحبس حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 244 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. وفي الشأن الفلسطيني، دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، دعا المجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتطبيق المساءلة على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة نهاية شهر جويلية الجاري حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها المسألة الفلسطينية، مشددا على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن خطوات وإجراءات عملية لردع ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها للقوانين الدولية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، أكد أن جائحة فيروس كورونا أودت بحياة أكثر من 4 ملايين شخص ودمرت الاقتصاد العالمي وتركته في حالة انهيار، وقد أثرت سلبيا على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا وسجلت روسيا رقم
رقم قياسي يوميا في الوفيات ب 780 حالة وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بالمتحور دلتا خلال ال 24 ساعة الأخيرة. كما سجلت البرازيل التي تعد ثاني أكبر الدول من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية بتسجيلها ل 1605 حالات وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية. رياضة الآن، حيث لعبت أمس مباريات الجولة 31 لبطولة المحترف الأول لكرة القدم، حيث فرض اتحاد بسكرة تعادل على شباب قسنطينة بهدف لمثله، فيما تفوق الوصيف شباب الوزداد على جمعية شلف بهدفين لهدف واحد، في حين تغلب أولمبي المدية على شبيبة سكيكدا بثلاثة أهداف مقابل صفر، كما ظفر سريع غليزان بالنقاط الثلاث بتفوقه على نجم مجرى بهدف نظيف، وتغلب نادي بارادو على ضيفه وداد تلمسان بهدف دون رد، وباقي النتائج جاءت على النحو التالي: أهلي برج بوعريريج 0، شبيبة الصورة هدف، اتحاد بلعباس هدف، جمعية عين مليلة 0، مولودية وهران 4 أهداف، وفاق سطيف 0. أما الدربي العاصمي بين المولودية والاتحاد فانتهى بتعادل هدفين في كل شبكة. لأخبار الرياضة نختم الموجز بأمان الله.